بداية أنا محمد رضا المحامي. حصل معايا وقعة الاعتداء، خصوصا وقعة اسمه ولاية أبو العلا. اللي حصل إن أنا جالي اتصال هاتفي من والدة أحد المتهمين واسمه أحمد ناجي، تمام؟ على أثر المكالمة ديت قمت بالتوجه لاسم ولاية أبو العلا. أول ما دخلت قابلت ضابط دراعه الشمال مكسور اسمه أحمد وهو لازم بدبرة واحدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله أنا جاي بستفسر عن أحمد وهو متهم في قضية إيه أو رقم القضية. شغلي العادي كده في عملي كمحامي، لأن كان عنده تجديد يوم 17/1 يوم 17/2 وأنا معرفش عنه، قلت هجيبه أشوف بيانات القضية أشوف أي حاجة. المهم الضابط أحمد دوت رد عليا وكان واقف معايا حوالي 3 أو 4 ظباط تاني، قالوا لي اصبر نص ساعة لأن المأمور ونائب المأمور مش موجودين. فانتظرته وكان معايا واحد زميلي، وقفنا في الجنب حوالي تلت ساعة بنبص لقينا واحدة ست خارجة من بره، جاية من بره، الحقوني، الداخلية شتمتني، الداخلية هزقتني، الداخلية عملت في يا ستي. جالها الضابط أحمد دوت ورحت أنا معاها، عرفت إن هي والدة المتهم. في ايه اللي حصل؟ قالت لي ان في امين شرطه شتمها، فالظابط احمد ازاي ومش ازاي راح جاب لها حقها وعرف امين الشرطه وبهدله وظبطها. قال يعني جاب لها حقها. المهم في ظابط اسمه ادهم الغلبان دخل من الاسم من بره، هو ملازم، لقيناه بدا يسب الدين ويشتم لان كان في عدد من اهل من بره، انا معرفش حد منهم، ماليش علاقه باي حد فيهم. لقيت ان هو بدا يشتم وبيقول لي اطلع بره، فبقول له لا انت تخرج الاهالي، انما انا دوري كمحامي جوه القسم بشتغل بشوف شغلي باخد رقم قضيتي بتوكل على الله. عايزين توروني المتهم هتوريهولي، مش عايزين توريهولي الموضوع خلص. المهم جينا لقيت ظابط اسمه ادهم دوت بيقول لنا اطلعوا بره ومش اطلعوا بره والكلام ده. المهم جينا دخلنا بنبص لقينا ظابط اسمه محمد علي نقيب اللي هو رئيس التحقيقات، دخلنا جوه الاوضه بتاعه النبطشيه انا وزميلي، وبدا ان هو يقول لنا انا عندي استعداد ان انا احرر لكم محاضر، الف لكم محاضر وقرايا وعقوبتها توصل ل 10 سنين. قلت له مبدئيا ما فيش عقوبه في الدنيا 10 سنين، ما فيش نص قانون بيقول كده. ثانيا كونك ان انت هتبدا بتزوير او ان انت هتعمل محضر ما تقدرش تعمل اي محضر الا لما تصل بنقط. اتصلت على الفور بالاستاذ خالد ابو كريشه عضو مجلس نقابه المحامين، بعت لي مجموعه من المحامين وجيب نفسه. المهم كل دوت وانا قاعد جوه الاوضه وكل الظباط سابوني، وقعدت انا وملازم اسمه محمود، هو طويل وهو على كتف دبرتين، خلصنا القصه مفيش اي حاجه، الموضوع خلص ومفيش اي حاجه حصلت وخلاص اتراضينا واحنا اخوات واحنا اهل واحنا حبايب مفيش اي حاجه. المهم جيت خارج من الأوضة، بعت لي نائب المأمور عسكري بتاعه، رحت وأنا خارج قابلني نائب المأمور، قابلني الضابط اللي اسمه أدهم الغلبان، تمام؟ لقيته بدأ يقول ألفاظ مش اللي هي، بيشكر وبيسب الدين وبيعمل فأنا بقول له أنت مفيش داعي للكلام ده كله، على العموم أنت عندك الرئيس بتاعك اللي هو مين؟ اللي هو نائب المأمور. دخل نائب المأمور، دخلت النائب المأمور قلت له الظابط بتاعك بعد ما خلصنا القصه عمل كذا 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 كذا. قال لنا طب يا اساتذه خليكم قاعدين. قعدت انا وزمايلي المحامين اللي كانوا وصلوا القسم، قعدنا في الاوضه بتاعت النائب المأمور بنبص لقينا هياج بره، هياج وهرج ومرج، ولقينا صوت عالي. بنبص نشوف في ايه، لقينا ان الظابط اللي اسمه ادهم قلع البلوفر الاسود بتاعه اللي هو الميري رماه على الارض، فخرجنا كلنا بره الاوضه. انا واقف لقيته بيشد وبيسبلي الدين وبيقول المحامي دوت هو هيضحك عليا، هو جاي بيكسر عيني جوه الاسم بتاعي وبيشد اجزاء الطبنجه وجاي هيضرب عليا. فانا وقفت وزمايلي كلهم جري وانا وقفت، فبقول انت لو عايز تضرب اضرب. لقيت نائب المامور راح ماسكه وخلص معاه القصه. نائب المامور لقيته مسكه والموضوع خلص. المهم شوية اتفقنا على ثلاث حلول، ان احنا نخلص الموضوع ونشوف المتهم، او ان احنا نخلص الموضوع ونمشي من غير اي حاجة خالص، او الحل الثالث ان احنا نعمل محضر قصاد محضر والعملية تمشي. ببص لقيت عادل التونسي دخل القسم، هو ظابط تقريبا مدير فرع البحث الجنائي، دخل وكان معاه لواء اسمه علي، وكان في اتنين من الامن الوطني ظباط،
ولقيت كوادر من الداخليه بدات انها تدخل القسم. خلصنا الموضوع بالسنتين، استاذ حسن ابو عيسى عضو المجلس دخل، واستاذ خالد ابو كريشه، وقعدنا كبرنا الناس دي كلها وخلصوا القصه. جينا دخلنا عند الحجز بنبص لينا عاملين المهم جينا بقى عشان نزلوا من الطعم، اختاروا اربعه، اختارونا انا والاستاذ السيد انزيل، استاذ سيد صبحي، استاذ حسن ابو عيسى ان احنا نشوف المطعم. جينا بنشوفه طلع عامل شرطه، قعد يزعق وزق نائب المأمور ومحدش مسؤول عن الحجز غيري، وبدات المناوشات. ببص لقيت الضابط اللي اسمه ادهم ومعز النقيب محمد علي. النقيب محمد علي خد التليفونين اللي كانوا في ايديا، الخطين اللي كانوا في ايديا التليفونين، وخد مبلغ 600 جنيه من جيبي وخد الساعه بتاعتي. والضابط ادهم بدا يضرب فيا هو ومحمد علي اللي هو النقيب دوت. المهم جينا بعد كده ببص لقيت الضرب بدأ يتزايد، وقعت على الأرض من ضربة ضربها لي أدهم، ضربني بقى لحد على دماغي، وقعت في الأرض ما بدلتش بأي حاجة. واحنا جوه القسم ببص لقيت الظباط بتوع المباحث وهم أنا ماسكين اتنين بيقولوا عليهم من حركة 6 إبريل، واحد اسمه حمادة المصري والتاني اسمه احمد ابو جبل. انا ذكرت الاثنين في محضري وهم اصلا ما اتمسكوش بحاجه، واحنا كلنا شايفين الكلام دوت. ذكرتهم في محضري ان الناس دي خرجت فاضيه، والظباط جابوا هم الظباط اللي جابوا الطبقات او جابوا الحاجات اللي حرسوها وحطوها. في حاجه تانية ان هم عملوا جواب ترحيل لاحمد ناجي اللي هو شهرته ببيته، ده انا كنت رايح له اصلا في البدايه، عمل له جواب ترحيل واحنا قاعدين في القسم. انا عايز اقول ان حماده المصري واحمد ابو جبل ما لهمش علاقه بالقصه اصلا، يعني الناس عرفت ان في مشكله في القسم فالناس جت بتتفرج زي الناس، ولا كان معاهم حاجه سلاح زي ما قالوا او كان معاهم اي حاجه. ذكرت ده في محضري اللي انا حررته، بس للاسف رقم المحضر موجود في مجلس النقابه وانا ما قدرتش ان انا اتوصل. المهم سمعنا صوت ضرب نار من بره القسم. في ايه؟ قال لك ده بيضربوا نار من جوه. بعد ما فقت يعني بسال في ايه؟ قالوا لي ده في ضرب نار جاي من بره القسم. الناس ضربت نار وفي بلطجيه وفي المهم الضابط اللي اسمه محمد علي في وقت الضرب كان ماسك التليفون بيتصل بعيل مسجل اسمه فطوطه بيقول له هات رجالتك بالسلاح بكل حاجه وابداوا حصر القسم واعملوا الكلام ده كله يعني. اتصل بفطوطه والظابط اللي اسمه ادهم الثاني اتصل بواحد اسمه حمادته تمام برضه مسجل من دايره بولاق. انت سمعت المحادثه؟ انا سمعت المحادثتين كنت واقف لان هم كانوا جنبي. المهم جينا رحنا المهم ببص لقيت ضرب النار من بره القسم وبدات ناس غريبه لدرجه ان في مسجلين كانوا مولعين مخدرات جوه القسم بيشربوا حشيش وصوت الطلقات من بره القصه دارت. حتى لقيت اتصال هاتف لما دخلونا اوضه المامور بعد كده، لقيت اتصال هاتف من عادل التونسي واللي هو الظابط الثاني بتاع الامن الوطني بيقولوا ان احنا مش عارفين نخرج، وبعت تعزيزات بعتوا مش عارف ايه. المهم في الاخر قالوا ان احنا نروح المديريه نعمل المحضر بتاعنا. رحنا توجهنا للمديريه قعدنا في الاستقبال تحت عملنا المحضر وبعدها رحت على مستشفى احمد ماهر. بعد ما عملت المحضر عملنا تقرير طبي وخلصنا. وبعدين جيت عرفت من زمايلي ان احنا معرضين يوم الحد، بس انا ما فيش اختبار رسمي او في اي حاجه غير في النيابه، وان الظباط لسه ما اتسالوش في النيابه، وان هم عاملين لي محضر وصوت محضر والكلام اللي هم عاملينه. طيب وفي النقابه هنا ايه اللي تم؟ النقابه كان في اجتماع مع الاستاذ خالد ابو كريشه والاستاذ سارة عطلة اعضاء المجلس. قالوا لي ان شاء الله النهارده هنعرف قرار المجلس بخصوص القصه، وهيبلغوني بيه النهارده ان شاء الله بالليل، وهيقولوا لي التفاصيل الاخيره ان كنا هنحضر بكره او مش هنحضر. في مفاجاه ان شاء الله باذن ربنا، احنا كمحامين محضرينها في التحقيقات للضابط اللي اسمه ادهم.